السلام عليكم، مرحبا بالناس لو يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لو معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين الفاف وين تهين عائلات لاعبين بوعناني وبوعناني وجون حجاب في ملعب براقي. شوف كيفاش وزيد حاجة أخرى. هذا انا بدي رساله، هذا الانصار، هذا الانصار اللي راهم يروحوا الملعب وكونت النيجر تقعد تصفق، تقعد تصفر في الناشئ تاع النيجر. واش غادي تكسب؟ اش غادي تكسب؟ باش غادي تكسب؟ تكسب غير كره الافارقه المنتخب اللي تبغيه نتايا. والا راكم ديروها، انا تبلي بلي راكم ديروا فيها بالعالي هذا الحيه. انا تبلي هذا الحيه راكم ديروا فيها بالعالي برك. انا نشوفها حاجه اللي راني نشوفها بلي راكم ديروا فيها بالعالي. هذه هي وكشف المصدر وزيد زيد فادك زيد مكلف بالاعلام صالح بي عبود، بي عبود هذاك اعلام تاع غانا، ما تعرفش اعلام تاع غانا كي داير، داير اعلام تاع ايران وقيله ولا ما كاتش اعلام اللي دايرو، درت داير اعلام تاع غانا وقيله ولا علاه درت كو ما درت كاع خير كو كاع ما درت علاه درت علاه. وكشف مصدر اعلامي ان الاتحاد الجزائري لكرة القدم ويتعمل بشكل غير لائق مع عائلات الوافدين الجدد للمنتخب الجزائري جون حجام وبو عناني، رغم ان وين بو عناني الاب تاع بو عناني يعرف اللعب هنا كي داير، يعرفهم خاطش لعب الشامبيونه تاع الجزائر، لعب مع الوداد تيليبسان، لعب مع الرمشي، لعب منا، لعب يعرف كاع اش كاين، يعرف يعرف على بالو اش كاين. بصح عيب عيب، احترموا 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 قائد النادي قائد الفريق راخر محرز مي قاعد يديكم كيما هكا ولا يقول لكم لا ما تصفروش خاطر هما راهم يديبلاصو. ما تصفرش على الاعلام تاع راك تصفر على الاعلام تاع جوار بركالك. نيجر مركا تقايسها بالقرع نتايا، نيجر مركا تقايسها بالقرع، قايسها بالشبك، قايسها بالاهداف، ماشي تقايسها بالاخر. هذه هي لازم شويه، لازم شويه لازم تتعلموا. الناس هاي تحوس تكسب لافريك، تحوس منا، تحوس يكسبوا من يديروا، ما كانوش كيما هاك ناسا الشيطان. اما كنتوش ما يزعمك بيلو تتسافروا شاد بيلو، تبينوا بلي نتوما صعاب، تولوا البو حجام هذاك بو عناني محسوب صعاب سيبورتير ولا كيما هاك. اعرفوا ما فانيك جزائري عنده عقلية، ما قصروا قصر نورمال. انا نقول لكم قصروا نورمال. هذا كاين واحد اللقطه دايرينها تاع ما بغاش محرز، ما بغاش قال لكم لا ما تصفرش، هي ما تصفرش على الدرابو عيبه. غادي الا بغى يلعب لك غير 60%، غادي الا بغى يلعب لك غير 50%، غادي يلعب لك 80% يعرقل لك. على النيجر، حنا النيجر انا بقول بلي النيجر هي اللي عاونتنا باش لعبنا ماتش دو باراج، ولا ما على بالكمش راح دير ماتش ليل مع مع بوركينا فاسو؟ على بالكم بيا ولا ما على بالكمش؟ كومشي النيجر تلعب ماتش دو باراج والله ما تلعبه، دخلك بلي براسك. وكشفت مصادر اعلاميه ان الاتحاد الجزائري لكره القدم تعامل بشكل غير لائق مع عائلات الوافدين الجدد المنتخب الجزائري جون حجام وابو عناني، ووفق لما اورده موقع لاغازيت دون فيناك فان الفاف لم تكلف عناء نفسها منح دعوات لعائلات اللاعبين في المنصة الشرفية للملعب نيلسون مانديلا لمتابعة أول ظهور للاعبين مع المنتخب الجزائري. وأوضح الموقع أن والد بوعناني وعائلة جون حجاب تحصلوا على التذاكر العادية في ملعب علي براقي، ودخلوا وسط كل ذلك الضغط الذي عرفته عملية الدخول إلى الملعب. للإشارة فإن الأمر نفسه كان قد حدث للاعبين المنتخب المحلي في نهائي الشهر الماضي ضد السنغال وأحدث ضجة كبيرة، وتمكن أبو عناني الوفد الجديد الحاضر من إثبات علو كعبه رغم الدقائق القليلة والتي لعبها في المباراة النيجر، حيث منح الكرة فوز لفائدة رياض محرز في آخر أنفاس المباراة. هذا بو عناني حنا مايكري لعابه، كاين لعابه اللي جاو صغار كلش، هذا بو عناني كسب محبه الشعب الجزائري، رفض فرنسا. شوف شوف بالك ما كانش كاين وسائل الاعلام كانت تهدر كلش. هذه صرات مع نصر الدين كراوش، صرات مع بوداوي،
قلت لك بوداوي، صارت مع بودبوج، صارت مع بن طالب، ناس ما دارولهاش حس كبير، نورمال عادي جاو يلعبوا. بصح كيما قال لهم صايفي، قال لهم هذا شاهد عليها صايفي على بالو شكاوى، حنا نروي كنا نقولوا لكم، حنا نقول كنا نقول لكم زي يا صايفي راه هدرها زعما كي رد على لوتريلا، لوتريلا هذا اللي بغى يرد باللي غير في وقته لعابة رفضوا فرنسا وجاو، تا رفضوا فرنسا، بغى يدير بغى هو يدخل في واحد القوانين، بغى يدخل واحد لي زيماج واحد الاخرين بلي انا اللي قلت لهم رفضوا فرنسا. لا 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 استسع الغاش، لعابة جاو لعاب باباه ضغط، باباه تبوع النادي ضغط كسر خير، على بالك بلي العائلة تاع حجام، على بالك وين راحوا؟ على بالك عائلة حجام، عائلة أنا نسمع بلي عائلة حجام إلا مانيش غالط كاينة هنا في وهران، كاينة هنا في وهران، كاين هنا في وهران حجام، كاين في وهران هذا مازال ما بانش مني وين تاع حجام هداو تريكو يعني لل كيسموه قول معايا العائلة المحسن هذه هي خويا للإشارة فإلى الأمر نفسه هي كان قد حدث اللاعبين صحا وعبر لاعبي الدولي الجزائري بدر الديب وعلاني عن دهشته بالدعم الذي تلقاه من الجماهير الجزائرية بعد إعلان قراره بتمثيل الجزائر على حساب منتخب فرنسي. أو دير حاجة، هذا دير حاجة، الشعب الجزائري يبغيه. أنا قلت لكم بلي هذا معلاني يعني صبر الباكلة مع هذا اللوتري مع هذا المشرف، يعني عيط له ذراع عليه، يعيط له يعيط له يعيط له، صار كيما طوبا يعيط له يعيط له خوف. أنا أقول لكم كيما محرز وكل شيء يعيط له، محرز يقول له لا هو يقول له لا غادي تعيط، يعيط له نورمال عادي كاع. وقال الوفد جديد على الخوض أنه تلقى كثير من الرسائل الدعم من الجماهير الجزائرية، مشير إلى أن الجماهير الجزائرية فريدة من نوعها. وأعرب معلاني عن سعادته بعد مساهمته في الفوز الصعب الذي حققه الخوض أمام منتخب النيجر بهدفين مقابل هدف. وفي تصريحه بعد المباراة قال معلاني: أنا سعيد خاصة وأني شاركت بطريقتي في الفوز والتسجيل الهدف الثاني، مشير في يعني الوقت ذاته أن دخولي أعطى إضافة وقد قام يعني وقدم العون لرياض محرز، كما كشف صاحب التمريرة الحاسمة ما دار بينه وبين يعني قبل دخولي إلى أرضية المباراة. وقال بأنني طلب مني عدد من النصائح وطبقت ذلك على أرضية الواقع وحققنا الهدف الأول. وختم نجم الجزائر بقول أن اللعب للجزائر الأم غير عادي خاصة أمام جمهور عريض وكبير والذي جاء للملعب، وأشكر الشعب الجزائري وشارك الوفدين يعني المهم وإن شوية تربوا معهم اتحادية شو كيفاش معاهم ما ولعب هم حاسبين هماكم طلع لعاب اخرى اقولك والله للعاب هماك لعاب للبيت والجمهور والو بيت والجمهور ها قالوا بيا لي العيش بيدو الجمهور قالك والله قالك لونترينر تاع بول هامبتون تواصل مع المدرب وهدرب معاه يا ولد وقت تكذبو تكذبو انا قبل امكمش لطيف وقت تكذبو يا ولد والله من أبنكم أوطي شيطانة نساو ساعتونا الشاب كومنتير وبارتاجو لا لي فيديو لي مشي أبولي معنا
وربي يحفظكم وصحة رمضانكم خالد.